السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا معاكم في فيديو جديد في عائله هوبا ورونا. النهارده رونا مش هتبقى موجوده معايا، بس ان شاء الله الفيديو الجاي رونا تبقى موجوده معايا. احنا هنعمل النهارده طريقه الفطير الطاسه بطريقه سهله وبسيطه لاي واحده تعملها في البيت، وبمقادير بسيطه خالص. احنا هنا معانا هنا المقادير، انا معايا هنا كوبايتين دقيق، معلقه سكر بودر، ومعلقه صغيره ملح، وميه حسب العجن. بس اهم حاجه في الفطير الميه تبقى دافيه، بتخلي الفطير يورق معاكي وبتعرفي تفرديه بسهوله. احنا هنحط المواد دي الجافه على بعض وهقلبها، وهبدا بقى ايه اعجن. هنزل بالميه، يعني مش مره واحده، هنزل حبه حبه، بس زي ما قلت لكم الميه تبقى دافيه. هقلبه الاول بالمعلقه، وبعد كده ايه اعمله بايدي. طبعا احنا بنحط الايه الميه حسب احتياج العجينه، لان كل انواع الدقيق مختلفه، في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق بياخد ميه قليل. هي كده بقى انا هبدا ايه الم العجينه بايدي. طبعا انا هقعد الم فيها لحد ما كل اللي في الطبق ده يتلم معايا. انا كده بلم كل الدقيق اللي في الطبق، لما الدقيق اللي في الطبق يتلم اعرف كده ان ايه العجينه كده ما عادش محتاجه دقيق. هاخد العجينه بقى اهي وهنزلها بقى على الرخامه كده، وهبدا اخدمها كويس. هنزل اللي في ايدي، اقفل العجينه كده والمها تاني لحد ما العجينه ايه تتخدم معايا كويس قوي بالشكل ده كده. هفضل برضو ايه حوالي 5 دقايق بالشكل ده كده اخدم العجينه كويس لحد ما الايه السمك بتاعها يظبط معايا، واللي في ايديا ده كمان يطلع فيها. هي مقربة تظبط معايا اهي. العجينه طبعا ما تبقاش ايه ناشفه قوي، لازم تبقى طريه معايا عشان ايه تفرد معايا. هي كده العجينه معايا تمام خالص اهي، وانا هبدا ايه الفها كده، اعملها رول عشان اعرف اقطعها. هبدأ بقى اقطع العجينة معايا. دي هتعمل معايا، هنعملها 3 فترات. بس من دي كمان كده عشان يبقوا قد بعض، يبقوا 3. يعني معايا الطبق هنا اهو اللي انا عجنة فيه، لاني برضه هدهنه بالزيت كده وهحط العجينة في الآخر. هكورها كده واحطها فيه. العجينة معايا جميلة وناعمة خالص، وهي ما خدتش مني، خدت مني حوالي 3/4 كوباية المية بس. هاتي برضو على العجينه كده زيت عشان برضو ايه تبقى سهله معايا في الفرد، والزيت ده ما يخليهاش برضو تلزق في بعض كده. وهغطي بقى العجينه بقى بالزيت كده وهسيبها ترتاح مش اقل من نص ساعه، وبعد كده ارجع افردها معاكم.
العجينه كده خلاص ارتاحت معايا، انا سبتها الوقت اكتر حتى كمان من نص ساعه، فهنبدا نفردها مع بعض. تمام، هنجيب العجينه اهي، فابدا افردها. طبعا انا هجيب زيت، لازم نفردها على زيت. انا هجيب زيت احطه كده على الرخامه قدامي، ولازم طبعا زيت كتير عشان تفرد معاكي حلو. هجيب العجينه افردها كده اهو خالص، طبعا عشان انت مريحه العجينه فبتفرد معاكي حلو. كل ما بتريحي العجينه كل ما العجينه بتفرد. انت لو جربتيها بالميه الدافيه، بتعجنيها بميه دافيه دافيه خالص، ما تبقاش سخنه ولا حاجه، دافيه بس، وتخدمها كويس، هتلاقي العجينه ما شاء الله عليها جميله قوي معاكي، وملمسها حلو وبتورق وبتبقى حلوه. ناخد من جوه البرمه، بعد كده بقى نخفف الطروف شوية بالشكل ده كده. عموما يعني العجينة حتى لو قطعت معاكي مفيش منها اي مشاكل خالص، لان طبعا احنا بنتناها على بعض فمش منها اي مشاكل. انا هبدأ بقى دلوقتي، انا ممكن تستعملي الزبده، الزبده بتبقى فيها احسن كتير، او السمنه البلدي، انا عندي سمنه اهي، فهبدا ادهن في قلب العجينه سمنه كده الفوق شكلها بالشكل ده كده. لكن هي بالزيت طبعا ما بتنفعش، ما بتطلعش معاكي مورقه، ما بتطلعش حلو. هي زبده او سمنه عاديه او سمنه بلدي، انا هنا جايبه سمنه بلدي اهي. بندي العجينه كده، طبعا انت لو عايزه تحشيها تحشيها مش منها اي مشاكل، عايزه تكتري سمنه تقللي سمنه دي حاجه ترجع لك وبراحتك خالص. فانا كده دهنت، فهبدا بقى اجيب الطرف كده كده واتني كده لجوه كده، وبرده هاتيهم برده كده، هاد بس الاول دي كده على بعضها كده. وهاتيهم برده هنا، واقوم جايبه ده برضو، هجيب الطرف ده كده بالشكل ده. العجينه نافخه معايا اهي، معنى كده ان العجينه معايا كويسه قوي، العجينه كده مظبوطه. وهبدا اجيب ده كده اتني ده لجوه، وده كده لجوه، وكده كده، وابدا اشيل العجينه اللي مهل على جوه كده، واشيلها بالشكل ده كده كده اهي اهي. العجينه عامله ازاي، وريحها معايا شويه، وبعد كده ارجع نفردها مع بعض. احنا الوقت هنعمل بقى الفطير، في الوقت انا مش هعمله في الطاسه، انا هعمل لكم على الصينيه. الصينيه دي انا عاملاها، بعمل فيها الخبز البلدي العيش البلدي، وبعمل فيها الفطير. انا هحط كيس كده وهبطرها كده اهو، بس يعني مش قوي، حاجه بسيطه كده، اما تفرديها بالكيس بتبقى سهله معاكي ان انت تعمليها، بتبقى اسهل كتير. وبعد كده هشيلها، هشيل الكيس بكل سهوله كده، وهشيلها كده وهحطها كده اهو. انا عامله الصينيه دي للفطير وعاملاها للعيش البلدي، وهاجي اقوم دهن وشها ايه سمنه على الخفيف كده. طبعا انا ايه بعلي النار في الاول، وبعد كده بقى ايه بهدي النار، وبعد كده بقوم هديها النار. بقلبهاش لما بتبدا تلون معايا، بتبدا تلون معايا، فببدا اقلبها. انا دلوقتي كده هبدا اقلب الفطيره معايا كتير، يعني حاجه سهله بسيطه عملتها في وقت الحظر كده وانا قاعده. طبعا هو مش بيبقى ناشف، لما بنطلعه لما بنشيله من على النار بيبقى طري معانا ويبقى حلو. انا هقلبها تاني كل شويه بقلبها كده،
تقلب الفطيره معاكي كده عشان تحط شويه وتبقى مولعه اكتر. لما تقلبيها وتوليقتها بتبقى مظبوطه. الفطيره بتنفش معايا اهي نفشه شويه، لو بتنفخ معايا شويه اهي مش عارفه هي باينه ولا لا. ان شاء الله الدورقه بتاعتها حلوه قوي. انا هخلينا معاكم لحد ما اطلعها ونشيلها من النار. ظهر الصينية بيخلي الفطيرة تطلع معايا جميلة قوي. ممكن بقى في الفرن زي ما انت تحبي، يعني هي افكار اللي انت عايزة تعمليها اعمليها، تعمليها في طاسة، تعمليها على الجريلة، تعمليها على صينية زي ما عملت كده، تعمليها في الفرن، ده حاجة بترجع لك انت. خلاص كده تمام اهي الفطيرة معايا، ابدأ اطلعها اشيلها بقى من على النار. ده بقى شكل الفطير معايا اهو، كده شكل الفطير معايا. انا ايه الفطير السخن هشوكه على سكر، يمكن بقى جبنه عسل زي ما انت تحبي. نحط سكر كده زي ما انت تحبي، جبنه عسل تعملي زي ما انت بتحبي. انا عايزه اوري لكم بقى الفطير مورق معايا ازاي. الفطيره اللي انا لسه مطلعها لكم قدامكم من على النار اهي، شوفوا الفطيره توليتها عامله ازاي سخنه، معلش توليتها عامله ازاي معايا، شوفوا كده التوليقه بتاعتها عامله ازاي. ما شاء الله حاجه يعني ما شاء الله جميله قوي. التوليقه عامله ازاي، توليقه الفطيره معايا عامله ازاي، شوفوا التوليقه. اتمنى تجربوها كده، شوف التوليقه عامله ازاي. التوليقه ما شاء الله عشان يتفرد معايا كويس وعجنته كويس، فطلع مورق معايا ازاي. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها كده وتعجبكم. وحاجه سهله كده وبسيطه متاخدش 10 دقايق معايا، انا عملته في 10 دقايق اهو. شوف ما شاء الله التوليقه عامله ازاي، توليقه جميله ما اخدش معايا 10 دقايق. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والفطيره طريه ما هيش ناشفه ولا حاجه، ما شاء الله طريه. ان شاء الله اشوفكم على خير والفيديو الجاي ان شاء الله، وتكون معايا ونعمل فيديو حلو مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.